أعلن النائب فيصل الدويسان انسحابه اليوم من اجتماع اللجنة التشريعية، وقال الدويسان إنه انسحب اعتراضا على أحد أعضاء اللجنة الذي قال إنه حلل التعامل التجاري مع الكيان الصهيوني. نعم صحيح، انسحبت من اجتماع اللجنة التشريعية في صبيحة هذا اليوم بعد أن فوجئت بأحد نواب الأمة مخالفا القانون الذي أقسم على احترامه، وهو قانون 21 على سنة 64 في شأن مقاطعة الكيان الصهيوني أو ما يسمى بدولة إسرائيل، ويحلل من الناحية الشرعية والقانونية التعاون التجاري مع إسرائيل أثناء مناقشة رفع الحصانة عني تجاه إحدى الشركات التي تقدمت برفع قضية لمجرد أني ذكرت أنها وكيلة لشركة إسرائيلية تعمل في كندا. وبالتالي من العار أن أستمر في اجتماع وأستغرب من صمت عدد من النواب وهو يتحدث بكل ثقة عن أهمية التعاون مع إسرائيل وأن لا غضاضة في التعاون مع إسرائيل، وكأن الدماء العربية التي نضحت على هذه الأرض التي تقاتل حول المسجد الحرام كأن لا قيمة لها.